وقعت وزارة التراث والثقافة اليوم اتفاقية مع شركة عمران لإدارة وتشغيل حارة البلاد في ولاية منح بهدف توظيف التراث المعماري واستدامته إلى جانب تعزيز الحركة السياحية وتوفير فرص العمل. شركة النقل الوطنية العمانية مواصلات تعلق رحلاتها من مسقط إلى ظفار والوسطى والعكس اعتبارا من يوم غد الخميس بسبب الحالة الجوية الاستثنائية. القبض على 3 وافدين من جنسية إفريقية بتهمة الاحتيال على مواطن بعدما أوهموه بقدرتهم على مضاعفة أمواله واستبدال العملة، فقام بتسليمهم 12,000 ريال عماني وأعطوه صندوقا يدعون أن بداخله عملة الدولار ليكتشف أن بداخله أوراقا سوداء.